عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة انتظام سير العمل بمؤسسات التعليم قبل الجامعي مع بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتوفير مختلف المتطلبات اللازمة لتطوير قطاع التعليم قبل الجامعي لكونه يرتبط بتشكيل وبناء عقل النشء المصري وصقل مهاراته على النحو الذي يؤهله لمرحلة التعليم الجامعي ثم سوق العمل. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة الإنتاج الحربية، مؤكدا اهتمام الدولة بقطاع الصناعة وبذل مختلف الجهود التي من شأنها النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يسهم في تحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى المعدلات الاقتصادية المرجوة، مشيرا في هذا الصدد إلى دور شركات الإنتاج الحربي في توطين العديد من الصناعات ودعم جهود التصنيع المحلي في العديد من القطاعات. شارك وزير الخارجية بدر عبد العاطي في فعاليات لمعهد السلام الدولي حول الشرق الأوسط، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، مؤكدا على خطورة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا على أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتجاوزة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة تعد السبب الرئيسي في تأزم الوضع الراهن، وأن الوضع في قطاع غزة أصبح غير محتمل. التقت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أنا بيردي نائب رئيس البنك الدولي لشؤون العمليات، مؤكدة على أهمية المباحثات الجارية بشأن تطوير مجموعة البنك الدولي بما يسهم في إصلاح الهيكل المالي العالمي ليصبح أكثر ملائمة للتحديات التي يواجهها العالم لا سيما الدول النامية والناشئة، وبما يعزز الحيز المالي المتاح للمضي قدما نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. يشارك منتدى شباب العالم اليوم في ختام قمة المستقبل التي تعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بعد حصوله على اعتماد خاص يتيح له المشاركة، وتوفر القمة للشباب منصة فريدة للتفاعل مع قادة العالم حيث تتيح لهم فرصة المشاركة في صياغة السياسات الدولية والتعبير عن رؤاهم حول القضايا الملحة. عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار مؤتمرا صحفيا عقب جولة بعدد من مستشفيات محافظة أسوان، مؤكدا أن الرئيس السيسي يتابع يوميا الوضع في المحافظة، مشيرا إلى أن متوسط التردد اليومي على كل مستشفيات أسوان 19 حالة، مشددا على أن الدولة لديها منظومة للاطمئنان على سلامة كل نقطة مياه شرب تصل للمواطن. قال وزير الإسكان شريف الشربيني خلال مؤتمر صحفي بمحافظة أسوان إن المياه في أسوان مطابقة للمواصفات والمعايير بشكل كامل، وأنه تم تشكيل فرق عمل ميدانية لمتابعة الأوضاع في أسوان ورصد شبكات المياه الداخلية بالمنازل، مشيرا إلى أن هناك متابعة دورية للاطمئنان على جودة مياه الشرب بأسوان.